Mark Bahrain, Martyr's Day, a day when you remember the Patriot Day, and coming from a Republican background in Ireland, we understand that very well. يوم الشهيد البحراني أحيته المعارضة البحرانية بعقد ندوة في إحدى قاعات البرلمان البريطاني وبرعاية النائب فرانسيس مولوي، حيث سلط مختصون بريطانيون وبحرانيون وخليجيون الضوء على السياسة البريطانية في منطقة الخليج التي وصفوها بالمعيبة، إذ أدت تلك السياسة إلى زيادة القمع في المنطقة، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء ممن طالبوا بالحرية لشعوبهم وخاصة في البحرين. يوم الشهيد هو يوم خلود المواطن الذي يضحي بكل وجوده وأغلى ما يملك لكي ينال الحرية الأبدية. يوم الشهيد هو يوم مناهضة كل نوع من الاستبداد وكل نوع من الاضطهاد، ويحاول أن يقول للعالم هناك شعب حي لا زال يطالب بحريته. تلك السياسة البريطانية تحتل تجارة الأسلحة حجر الزاوية فيها، ولذا فهي لا تعير أي أهمية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأنظمة القمعية في منطقة الخليج. Despite all the repression which has been happening in Bahrain, the UK has been doing all it can to sell as many weapons to the regime as possible. They've rolled out red carpet for the regime. They have praised it on the world stage. They've invited it to arms fairs. They've done everything they can to put arms exports ahead of human rights. غير أن باحثين رأوا أن السياسة البريطانية لن تؤمن مصالح المملكة المتحدة على المدى البعيد، بل تعرضها إلى الخطر. The British policy is based upon the concept that it is in our interests to support the torturers in Bahrain and the Wahhabists in Saudi Arabia, the plutocrats. It is not in our long-term interests, and it is not in our economic interests, and that is the precise point that we must challenge. وأما عن إمكانية تغير تلك السياسة، فإن ذلك لا يبدو محتملاً في الوقت الراهن، ما لم تحدث تغييرات حكومية تدفع بمعارضي التسلح والحروب إلى الواجهة. Well, hopefully we can see a change. Unfortunately, I don't think you'll see it under the Conservative government, but hopefully with a Labour government with a more open approach that Jeremy Corbyn would like to have. That we will actually get a change of attitude to international affairs in general. I think the whole issue of arms trades is one thing that has to come to an end in relation to supporting regimes like Bahrain. السياسة البريطانية في دعم الأنظمة القبلية في منطقة الخليج لم تتغير منذ عقود، مما يؤكد أن عملية التغيير لا بد أن تقودها شعوب المنطقة. في ذكرى يوم الشهيد البحراني، بحث مختصون داخل البرلمان الدور البريطاني في تصاعد القمع في البحرين وفي المنطقة، مطالبين بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان. سهر عريبي من أمام مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.